كابتن طارق مصطفى خلال الفترة اللي فاتت خلاص كله يعني كان بشبه رسمي ان الكابتن طارق مصطفى مدير فني نادي طلائع الجيش. احكي لنا الكواليس ايه اللي حصلت، وهل بالفعل انت تفاوضت مع النادي ولا ايه اللي حصل؟ كان في كلام وكان وحصل كلام، ولكن الحمد لله ما حصلش توفيق يعني. وانا الحمد لله يعني كنت سعيد بالتجربة في البداية اول ما اتقال لي يعني، لان الجيش عنده لعبة كويسة. الجيش عنده منظومة اي حد يتمنى انه يبقى موجود فيها. مدربين كتير جدا مسكوا طلائع الجيش، ربنا سهل ان شاء الله تيجي الفرصه في نادي ان شاء الله يكون دوري ممتاز، لان انا بصراحه اتعرض عليا كل اللي بص 90% من الانديه الدرجه الثانيه لغايه اول امبارح. عندي طموح معين وبتمنى ربنا ان شاء الله الفتره الجايه يكون خير يعني. كابتن طارق مصطفى خد اكتر من تجربه تدريبيه خارج مصر، احكي لنا عن تجربه فريق الدفاع الحسن الجديدي وليه مشيت؟ لا انا مش ليه مشيت، انا تجربه الدفاع الحمد لله يعني كان ليا الشرف طبعا مع كابتن حسن شحاته ان انا ابقى موجود في الدفاع الحسن الجديدي. الناس هناك محترمه جدا، الدكتور عبد اللطيف المكتري ده هو رئيس النادي حاليا يعني. بعد ما مشي كابتن حسن رجعت انا وهو هنا، وكابتن حسن مسك المقاولين وكان مع محمد عوده، وانا كملت التجربه بتاعتي يعني. رجعت تاني المغرب، الناس كلموني رجعت تاني المغرب وكملت الموسم، والحمد لله قعدت الفرقه في الدوري، والحمد لله عملنا نتائج كبيره جدا جدا كده. كسبانين الرجاء في محمد الخامس، متعادلين مع الوداد في وسط 40-50 الف متفرج، 1-1 ب 10 لعيبه. فالحمد لله الاسم هناك الحمد لله كبر، والحمد لله وجودي كان في الدفاع الحسن الجديدي رجعني تاني لسريع وادي زيم. كنا لسه نتكلم على تجربه سريع وادي زيم، ايه اللي حصل في، احكي لنا التجربه وبرده ليه راح. بص تجربه وادي زيم تجربه مختلفه شويه، كان عندهم 10 مباريات في اخر الجدول، كان هم المركز اللي قبل الاخير، كان عندهم 18 نقطه، وكان عندهم مباريات صعبه جدا جدا. كان عندهم الوداد وكان عندهم طنجة وكان عندهم الرجاء وكان عندهم الاولمبيك اسفي وكان عندهم تطوان، كان الموضوع بالنسبه لهم صعب جدا 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 انك تجمع. انا شفت الفرقه بصراحه واتفرجت عليها قبل ما اروح، وشفت ان الفرقه ممكن مع قدراتك انت وامكانياتك ممكن يوصلوا للي انت عايزه. خدت التجربه مع ان ناس كتير جدا لو اتقال لها في المكان ده وفي الوقت ده ان انت تروح تمسك اترفضت، لانها هتخاف في تجربه تاني تفشل لا قدر الله، وانا ما اتعودتش على الفشل. وايه والانديه هناك انديه جماهيريه يعني، انت بتتكلم هنا على الزمالك والاهلي والاتحاد والمصري، بتتكلم كلها انديه جماهيريه، ومش اي مدرب يقدر يتحط تحت ضغوط ويشتغل بالشكل ده، لان هناك اصلا في التمرين بيجي لك ب 2000 و3000 متفرج في التمرين نفسه، مش بقى في الماتش. في الماتش الملعب بيتقفل زي ما احنا شفنا كده المباريات بتاعت الزمالك، ده كل المباريات تتفرج على فتح، تتفرج على الجيش الملكي، تلاقي الملعب كله مقفول يعني. تعادلت مع الوداد على ملعبي، كسبت الرجاء كان ماسكهم جريده 3-1، والجيش الملكي تعادلنا، كسبنا خنيفرة، كسبنا الاولمبيك اسفي، قعدنا في الدوري الحمد لله اخر مباريتين كنا احنا قاعدين في الدوري. طلبوا ان انا لازم اجدد وان انا لازم اكمل، وانا كان جاي لي انديه هنا في مصر بصراحه يعني. فبالتالي كان مصر المقصر في الفتره دي، كان المقاولين العرب في الفتره ديت، وكلمني الكابتن كان ساعتها على نبيل رئيس قطاع الناشئين، وكان العقباوي يعني الموضوع، كنت انا خلاص خدت قرار واتفقت مع الناس ان انا هكمل في المغرب يعني. في المغرب لان التجربه جميله والدوري قوي جدا، هو قوي في انتظامه، قوي في التحامات، في قوه، في جمهور. لان انا دايما بشوف ان الدوري المصري وجود الجمهور هو اللي بيدي انطباع دوري قوي ولا لا. ليه بقى؟ لان في مدربين وفي لعيبه ما تقدرش تلعب تحت ضغط جماهير. بالظبط كده، وانت عندك ميزه دلوقتي ان انت كل المدربين واللعيبه انت عندك 5 تغييرات، فانت بتغير بس الفرقه. فلا انا في الفتره اللي فاتت دي كنت عندك 3 تغييرات بس، العالم كله وجمهور كبير جدا بيحضر كل المباريات، كل نادي هناك بيشجع فرقته، شجع بلده في بلاد. فبالتالي انا التجربه كنت سعيد جدا بيها، عشان كده جددت مع الناس. والموسم الثاني الحمد لله ربنا وفقنا. خلي بالك الموسم ده بقى مشي من عندي 18 لعيب، 8 مشيوا غصب عني، جالهم عروض كلهم، عروض كبيره، اللي راح الجيش الملكي واللي راح طنجة النادي، بالتالي وافق اللي هم يمشوا. وانا كنت ماشي 10 لعيبه ما كنتش عامل حسابهم معايا، كانوا بعيد جدا عن الفكر بتاعي. لما عملنا فرقه من اول وجديد وجبنا الناس من الدرجه الثانيه، وجبت ناس يعني الحمد لله انا تجربتي في المغرب خلت العلاقه بيني وبين ناس كتير في المغرب، مدربين ووكلاء ولعيبه، علاقه محترمه وعلاقه فيها ود وشغل يعني. فبالتالي الحمد لله عملنا فرقه جديده واشتغلنا، ولغايه اما الحمد لله ربنا كرمنا تاني سنه ان احنا قعدنا الفرقه في الدوري برده بشكل مختلف. واخر 3 مباريات كنت انا بقى رجعت هنا
وبعد كده مسكت المنتخب بقى الحمد لله سنتين يعني مع كابتن حسين.